وبدأ دور الأهلي في قيادة عملية تمصير الرياضة يظهر بوضوح، وكان ده سنة 1920. كانت تداعيات ثورة 19 ما زالت بتسيطر على أجواء العاصمة، ففي الجمعية العمومية للنادي الأهلي يوم 19 مارس 1920 أعلن أحمد فؤاد أنور سكرتير النادي التالي: رأينا محافظة على راحة الأعضاء عدم السماح للأجانب بدخول بناء النادي، ولما كان هذا المنع يتطلب بناء أوضة ليخلع فيها اللاعبون من غير الأعضاء ملابسهم، شرعنا بناء هذه الأوضة وتم بناؤها وادخلت إليها مواسير المياه، ولكن نظرا لارتفاع أسمان الأخشاب لم يتم عمل السقف للآن، وقد بنينا مخزنا كان النادي في حاجة إليه، وأرعش أن يتم عمل السقف قريبا حتى ينتفع النادي من هذا البناء. القرار ده كان أول قرار من نوعه في تاريخ الأهلي. الأهلي في الوقت ده كان بيضم أعضاء أجانب من جنسيات مختلفة، وبيدخلوا مصريين وأجانب برضه بس التذاكر. تم منع دخول أي أجنبي مش عضو في النادي. وده كان يوم 19 مارس 1920. ومن الأخبار المحزنة سنة 1920 كان وفاة أحد نجوم أول فريق كرة قدم بالنادي الأهلي، واللي قال عليه حسن الحجازي أمهر من لعب معي الكرة، وهو حسن محمد الشهير بالزوبة. والحقيقة الجمعية العمومية للنادي نهايته يوم 19 مارس 1920.